السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي متابعين قناة فيوتشر كوين؟ فيديو جديد على قناتنا، القناة مهتمة بآخر أخبار العملات الرقمية. بهذا الفيديو أصدقائي راح أتكلم عن إضافة عملة لونا كلاسيك على منصة كوين بيس، إضافة مهمة جدا على العملة، وراح نتكلم عن أهم مزايا المنصة، وراح أتكلم كمان عن أهمية إدراج عملة تيرا لونا كلاسيك على منصة كوين بيس. قبل ما نبلش فيديو أصدقائي، بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات المشفرة. لا تنسى تنضم لقناتنا على تليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود كمان في بانر القناة. خليكم معنا اصدقائي لبعد الانترو. طبعا اصدقائي، منصة كوين بيس هي المنصة الاولى في الولايات المتحدة الامريكية، او تعد المنصة الوحيدة لتداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة الامريكية. إضافة عملة تيرا لونا كلاسيك للتداول على منصة كوين بيس تعطيها دفعة كبيرة، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تتكون من 51 ولاية وعدد السكان يفوق 330 مليون نسمة. لهيك وكون منصة كوين بيس المنصة الوحيدة لتداول العملات المشفرة، أو تقريبا في منصتين فقط لتداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة الأمريكية، لهيك رح يصير عمليات شراء كبيرة جدا لعملة تيرا لونا كلاسيك. مثل ما بنعرف في شعبية كبيرة على العملة حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، في إلها شعبية وفي إلها مجتمع ضخم كثير. مثل ما بنعرف عملة تيرا لونا كلاسيك هي العملة الأولى بين جميع العملات من حيث الشعبية ومن حيث المجتمع، قوة المجتمع. حاليا تم إضافة عملة تيرا لونا كلاسيك على محفظة منصة كوين بيس. طبعا منصة كوين بيس إلها محفظة وإلى منصة، محفظة لحفظ الرموز وطبعا منصة للتداول. حاليا بتقدر تشتري من عملة تيرا لونا كلاسيك على المحفظة، بعد فترة رح يتم اطلاق العملة على منصة كوين بيس، لكن تحتاج بعض الوقت حتى يتم ادراج العملة على منصة كوين بيس. مجرد ما يتم ادراج العملة فانا رح اشهد ارتفاع ما بين 50% الى 100% ارتفاع، ممكن استهدف مناطق 27 في الايام القليلة القادمة مجرد ما يتم الاعلان عن الادراج خلال الايام القادمة. طبعا والعملة الثانية اللي رح يتم ادراجها او تم ادراجها على منصة كوين بيس هي عملة كافا. عملة الكافا أصدقائي تم الإدراج وارتفع بنسبة 20%، لكن لسه في فومو صعود كبير على العملة، فممكن العملة ترجع تستهدف مناطق الدولار و30 سنت إلى الدولار و50 سنت. حاليا مراقب العملة، أي بداية للبمب ممكن ندخل فيها على جروب الفي أي بي. أصدقائي ممكن وصلنا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.